أنا أول مرة أجي البوليفارد، بس أنا ما توقعت المكان كذي. وايد حلو، وايد حلو. يعني أي وحدة حابة تتمشى مع رجلها بهالوقت وما يبي يروحون مكان زحمة، وايد راح تحبون هالمكان. شوفوا. الله شرف. مكان هدوء. شوفوا الصوب الثاني، هناك كله مطاعم. وهناك المكان اللي تو طفناه حديقة وفيها ألعاب حق اليهال. مسوين كذي مثل بحيرة بس وايد كبيرة. حلو تشوف هناك الجسر تحت تحت البحيرة. هذا النافورة. النافورة ايش حالاتها؟ عاش من شافك، شو اخبارك؟ الحمد لله على سلامتك. والله حلو المكان. يقول لي انا مع فهد طايحينني بالبوليفارد. شنو كان في معرض؟ انت خلصت تصوير؟ والله اتوقع بقالي مشهد عشان كذي امس رايح حق شاروخان. السفينة بقالي هذا الفنان الوحيد اللي رايح حق شاروخان. شفتيني؟ اي شفتك، شو ما شفتك ومنزل كل الصور كل شيء. يما يا آدم وإيفا شنو يعشقون هالكندر إيج، على قولتهم كندل إيج كندل. هاك محمد خذ هذا قدموا إيفا. لحظة 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 خلنا ناخذ لهم من هذيل. ليش الشعب كذي؟ ليش مفخصينه؟ اي ما ادري طشون مخربينه. ليش ما ادري؟ شو ما في غيره؟ خذيت محمد انت بروحك تخرب عيالك، بس خلاص كافي، بس راح تخرب اسنانهم. والله محمد بس كافي كافي خلاص. شلون يعني هم كذي كذي بيختربون؟ انت لازم تخربهم ابشر. لحظه لما صورت وياهم كم كان اعمارهم؟ كان صغار على ايام صديقات العمر. يعني تدرين يعني كان 2014 يمكن تقريبا. يا حياتي صورت معاهم وهم صغار، كم كان عمرك؟ 8 او 9. والحين 12. حبيبتي يا عمي بناتي هذيلا، يعني بناتي تحبي والله. حبيبتي يا روحي. ديما انتي من وين؟ من الرياض. من الرياض؟ إذا متى تاخذيني معاك الرياض؟ تاخذيني معاك؟ ايه. متى راح تردون؟ متى راح تردين الرياض؟ بعد ماما قاعد تعشر 5 أيام، تاخذيني معاك؟ ها؟ عمري. شنو اسمك؟ ها؟ حمودي؟ تدلع نفسك تقول حمودي، أنا لازم أقول لك حمودي، أنت تقول محمد وأنا أقول حمودي، شنو اسمك؟ تدرين انا احبك وايد. ها متى تاخذني وياك انت وديما الرياض؟ متى؟ بعد يومين. والله انك زلم انت. طلعت الصوره، لقيتها. يا عمري وهي كتكوته، كان عمرها 8 سنين مصوره وياي، والحين عمرها 12 سنه. ان شاء الله ان شاء الله اشوفك وانتي عروس، تعزميني بعرسك واصور معاك وانتي عروس. الله يفتح حبيبتي يا عمري. والله هناك
شوفوا أنا خلاص وياي بحاسب. شوفوا هذه الإسفنجة اللي أقول لكم إذا حطيتوا ماسك يفضل أنش تمسحين الماسك فيها لأنها وايد تنظف وتشيل اليلد الميت. وإذا غسلتي وجهك بعد بالفوم يفضل أنك تشيلينه بهذه الإسفنجة، أنا وايد أحبها، وايد وايد أحبها، نستخدمها أكثر من واحدة. محمد أخذ لي هذين، أنا وايد أستفيد منهم. الفقرة الأخيرة اللي لازم أفطر صبحها قبل لا أطلع من مركز سلطان. أحب الورد، أحب الورد، منو ما يحب الورد؟ على فكرة أنا وايد أحب الصبار. يعني تو الحين صار موقف، بس للأسف أنا كنت قاعدة أسولف بالتليفون مع أمي ما قدرت أصور، محمد صور. شوفوا الاستهتار لوين وصل. خليكم الفيديو، شوفوا شوفوا اللي قدامنا إيش قاعد يسوي. الإشارة خضرة، ها شوفوا إيش هالقلة الأدب. والله عيب، والله العظيم عيب. لا تعليق. شوف الحصة شلون، والإشارة خضرة بعد. طبعا هو ليش قاعد يسوي كذي؟ لأنه يمه سيكل، فالاستهتار لوين وصل.